خير الزاق يا كريم يا الله يا الله. قريت عليها منشور عن قضية سد الماء، صح؟ كم قد لها هذه البركة؟ والله ما أعرفش، من يوم ما أعرف نفسي وأنا عبي منه. صورتها ما بتاكلش. من هي؟ تاكل أكلنا كلنا. ما نقلوني من مستشفى القرية إلا هو خطير. حسيت كأنه واحد بيخطق فانا. الشرطة! اوه اليوم بالبركه، العمليه اليوم كلها مخاطره. كيف انت يا خاله؟ زوجتك موكلتي راويه محمد احمد الرياحني. والله طلعت خطير يا يحيى، ما كنت متوقع انك بهذه القدرات. بسم الله وشرب العصير. كل مره احس ما تخرج من غرفه الغسيل لا جثه. فعل الله ولا فعلش،
ايش بتقولي هكذا؟ اول عشت فلتيني فاطمة محمد احمد. ايوه انا ما عايش الا علشانك. ربي يحفظك لي. سميرة نعمان، الدكتور كتب ليش خروج. اول ما بصرت الستائر في هذا المستشفى متخانن ومطعم عائلات. وبعدها جيت ادعيه للممرض قلت له يا مباشر لعل تيجا وعشا اطلب ليش مغذي برست. ريحانة ناصر المناوري، الدكتور كتب ليش خروج. ايوه يا دكتور يلا نخرج. يعني عاجبك هذا الحال؟ في النهار راقد وفي الليل سارق. فلت لك البيت والقرية وترتاح مني. خوفتني. من أي حين أصلا أنت تجلس داخل البيت؟ ليش أنت خليت حد عندك؟ حتى جدتي مدري كيف لا صابرة عليك لهذا الحين. عاد تسكت ذا حين ولا أقرح لك الثانية؟ اقتلني، أنت متعود تصاد أوادم. قسما بالله لا أقتلك وأخلص من شرك. حميد ما بتفعل يا ولدي، ما بتفعل. جنني هذا الولد يمه، جنني وعذبني. لا يا ولدي، لا يا ولدي، وانت حسك كومته وعادت ليش تقتله؟ لا يا ولدي، لا لا يا حميد، لا تخلي الغضب يسيطر على قلبك وعقلك وعيونك وترجع تندم طول عمرك يا حميد، وتجلس حسرة في قلبك لو ما تموت. هو أنت يا ولدي، أنت مجنون تشتي تقتل أبوك بدل ما تعتذر له وتحترمه وتقدره، هذا جالس بطعنته. ما كناش عارفين إنه فيها فشل كلوي وإنه مرض خطير. عايز تعالج وعتبخر وعترجع إن شاء الله. قالوا تحتاج لجلسات غسيل، والجلسات هذه غالية، بتفكر أمي تبيع الأرض، لكن الحياة ما ربيش. كيف هتفعلوا ذا الحين؟ والله ما لي علم. قد قلت لهم نسير المدينة ونجلس فيها لو ما تكمل علاجها، لكن ما نش دارية. مسكينة ريحانة، ما حد كان داري إنها مريضة. من أنت؟ ولمن هذا الماء؟
هو انت اللي بتدي الماء؟ ما هو هذا؟ معهم حفلة بالدبيبة وما علوي. ها الآن الآن ساجية العينين قربك جنتي، سهام عينك منيتي تغنيني، ما لي سواك يثير بحر قصائدي، أنا القصيدة يا هوى غنيني، فلتعزفيني لحن حب صادق، ولتملأ الدنيا بفيض حنيني، إني عشقتك يا حبيبة صادقا. من يومها وأنا من ألاقبش من بعيد، صدقيني كان غصبا عني، ما قدرتش أمنع نفسي، شاغب الفترة من أجل عرس راوية، بعدها شاسر المدينة لأجل ريحانة، لأجل يحيى، ما ينفع شفلت الحالة، وبعدين ريحانة هي مثل أختي، عزتها مثل راوي بالضبط. داريا معلش ما تشي تقولي، بقي ما تهمك الريحانة،
أخيرا جيت. جيت تبصرني أني حي أو ميت. تجي يوم وتغيب 10 أيام. شهد عليه يا الله. ما بيقولش إنه معه أب مريض. عاصي والديه قصير العمر، لكن الله يعجل بيومي. كيف انت يا ريحانة؟ كيف حاجة حبيبتي؟ ما تشي شيء؟ ما تشي حاجة؟ الله يحفظك يا صفا تسلمي. لا تقلقي ولا شيء، وإذا أنا عندش تمام، أي حاجة تحتاجيها حاكيني، إذا تشي شيء ولا حاجة حاكيتني. تسلمي يا بنت خالتي، الله يحفظك. أنا أفدى لكم. يلا ألو ألو هما ألو يما، ما بنسمعش، ابصري مكان في التغطية ما بنسمعش. ألو ألو أنا أفدالك يا ابني، لا وصلك على أختك وانتبه على نفسك. الله يحفظك، في أمان الله. أنا داري إن يحيى بيكتب علي، حاسة إن بنتي تعبة. يحيى ما يكتبش أمه، لا تقلقيش. أنا داري إنه ما يشيش يقلقني. الله يحفظكم كلكم لي. ذكرتني بيحيى، ما كان ينقص علينا ولا شيء. ليش وما نسعى يحيى؟ إلا من قال أنت بني والكل، الله يحفظكم كلكم لي. ليش ما جيتيش نكش راوية؟ يوه يا ابني الصدق ضايقة من حين ما مرضت ريحانة، لا عاد الشي يخرج بسر حاد ولا الشي يصير عند حاد. راوية هي مثل بنتي شومع، هي بنتي ونص، وحسبتها من حسبة سلمى وريحانة. الله يوفقها ويسعدها. علوي كلم أمي تسير المدينة لجل ما نقلق على ريحانة. هو صدق أمه، ليش ما تسيروا المدينة تكونوا جنب ريحانة؟ يا ابني ما نسير نفعل في المدينة، لا معنا بيت ولا معنا عمل ولا معنا شيء. معنا ريحانة يما. يوه منش، أنا داري أن أنت تشي تنزلي المدينة، أنت بنتي وعرفها. يحيى أنا ضمنت على بنش قدام الدكتور أنور وأهل القرية كلهم، وقدمت عليه 500,000 ريال. لو شن أنت ذا الحين بتلاحقي وتدوري كيف تزوري للسجن، لكن أنا قلت أعمل بأصله وبالعيش والملح والجورة اللي بيننا. يحيى ما سرقش. لا تدافعيش عنه. ابني وابنش حقنا 3 مشاكل، وكود احنا بنرجع بعدهم. حميد ما تشتي ولا اشتي شي، اشتي اضمن حقي الذي عندكم بس. يعني ديلي ذهب ديلي بصيرة. الصدق ابن ادم ضعيف والدنيا بضاعة موت. اصبر لو ما يجي يحيى. احنا اول خبر صبرنا وسكتنا وقدرنا الظروف كلها. ابنش مش موجود، مشغول ببنتش الله يشفيها. لا يا عم ما يصبرش هذا الكلام، الان الوقت مش مناسب. اهو الوقت مش مناسب يا ولدي. ام خيزره محتاجة لفلوس تعالج بنتها، وأنا بيني وبينكم قد فكرت لكم ولي في موضوع. أدي 500,000 فوق 500,000 الأولى، وأشتري منها الأرض. ما عاد بشغلها من الظنا يا ولدي.
ايوه عادك ذكرت ان لك بيت واب، هيا ادخل اوعدك شي عزومه. حسبي الله ونعم الوكيل. اسمع يا فراس، ورقتها توصل قبل ما اوصل البيت. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اي حين نزاح القمة هذا ونرتاح وترجع لك امك يا ولدي. ها وليد، الحمد لله على السلامة. مش معقول. هيا هيا نورت المدينة. النور نورك. يعني ما طولت، وأنا قلت إنك ما عاد تجيش. سلامة، إيش اللي حصل؟ الله يسلمك، ما بش ولا شيء. وليد، وليد إيش يرد فيك؟ الحمد لله على السلامة يا وليد. رجلي مالك يا مجنون. هي مالك قال بصورة، من اللي غثاك؟ مالك في الطيب نصيب يا وليد، كنت اشتيك اليوم في المهمة حق الليلة. هلا بالليل هلا. يا اخي مساكن اللي عايشين بالنهاية. ليش؟ محارم مني عمل ليل. اي يا ولد عشاية. جلس. وركز معي انت وياه، وفتحوا لي راسكم. ما اشتيش ولا غلطة واحدة. مش انا اخطط وافكر ويجي امير يشيل كل حاجة. ما كنتش داري ان الغسل هكذا، كنت احس اني اموت. ريحانة، انت اليوم تعبة قوي، وهذا طبيعي بعد الغسيل. وبكرة ان شاء الله انت عاد بخري وتكبري وازفش بنفسي. قصدك تزفري القبر؟ أنا مت لاني مرتاح. جواع كيفك؟ هاك جي كل هكذا جي كل. راعي افتح لك راعي. جلس افتح لك راعي. Thank you.
أيوة، من دور الغيبة جاب الغنيمة. سد الغريب هل من مجيب؟ احنا السبب ولا الزمن اصبح غريب؟ صرنا جروح للوقت واحزان السنين، هل باقي روح للكره ولا للخلاف؟ كم حلمي مات فينا ولا غير الحنين، متطرقين حتى من الفرحة نخاف. عمر الخلاص مكان بارود ورصاص، كم من عيون تصرخ لنا العمر ضاع وولدنا رهن الضياع، وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع. العمر ضاع وولدنا رهن الضياع، وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع. تعود الحياة حتى تعود المياه إلى مغاني النفوس قبل الربا قبل الغروس. والكل نفسه قطيب مثل المحب للحبيب، نفتح طريق القلوب يسقينا سد الغروب.